يبحث عبد الله الزوري عن مساندة من زملائه. بينية الكرة لمن هنا من سلمان إلى محمد النامي، النامي لعبة عرضية ومحاولة من يوبنغي هيها تعود لصالح الهلال وخطرة وتسجل الهدف الأول بيد عمر هدية حلوة من الفريدي باتجاه المرمى الوحداوي. بينيات هلالية تنتهي من المدافع الوحداوي في الشباك الوحداوية أو كما يسمونها نيران صديقة، كفانا الله وإياكم شر النيران. شوفي عادلة بعد شوية، عساف القرني زعلان على الهدف اللي داخل في مرماه، وبنشوف الإعادة. حاول ولكن اتجهت إلى المرمى لتعلن عن تقدم الهلال بهدف، حاول ولكن إلى الشباك. أرد لك كرة سريعة تتخلص، سعيد الجمهور الهلالي بهذا الهدف بلا شك. حاول يهيئها الفريدي إلى وزري لوبيز ولكنها اتجهت للشباك الوحداوية من عباس الشنقيطي. خطأ في مرمى